كلمات عربية، سمات حضارية، كلها مفردات تجسدها شركات الطيران الوطنية، ومن بينها طيران الإمارات التي تعتبر الأسرع نموا عالميا بامتلاكها لأسطول طائرات من أصغر الأساطيل عمرا، وحيازتها على أكثر من 400 جائزة للتفوق على مستوى العالم. ففي 25 من أكتوبر عام 1985 قام طيران الإمارات بتدشين أول خط جوي لها إلى خارج الإمارات بطائرتين فقط، وبعد قرابة 30 عاما وصل حجم أسطولها إلى أكثر من 230 طائرة تنطلق رحلاتها إلى أكثر من 140 وجهة في أكثر من 80 دولة حول العالم، لتصبح خير سفير في السماوات المفتوحة لاسم الإمارات.